عبد الوهاب السحيني عضو مجلس الوطني التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات. إذا اليوم كما طبعا عندنا وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية الموارد البشرية التابعة لوزارة التربية الوطنية، من بعد ما نظمنا الوقفة الاحتجاجية والشكل النضالي يوم أمس أمام مقر وزارة التربية الوطنية طبعا اللي تعرض للقمع وللمنع ولل يعني للتضييق، وتم منعنا من التوجه في مسيرة سلمية حضرية مسؤولة لمقر إلى مقر البرلمان. اليوم كذلك هناك محاولة وكاستعداد لقمع ولمنع هذه الوقفة الاحتجاجية السلمية اللي كما تلاحظوا هي وقفة أمام مقر مديرية الموارد البشرية. كما تلاحظوا ما كاين أمام واحد الساحة اللي ما كاين لا قطع طريق لا عرقلة ديال السير ولا أي شيء. أساتذة يحتجوا بشكل سلمي حضاري مسؤول أمام مقر هذه المديرية اللي المدير ديالها هو اللي يقود الحوارات مع الفرقاء الاجتماعيين النقابات وما الى ذلك. هو ماشي اول مره تنظم وقفات هنا، دائما تنحتجوا امام مقر مديريه الموارد البشريه، وتشهد جاربي العمل الجميع او معظم النساء ورجال التعليم تجيو يحتجوا هنا بطريقه سلميه. كما ذكرت ما كاين لا قطع الطريق ولا اي شيء. اليوم للاسف عوض ان الوزاره التربيه الوطنيه ما تقوم بالعمل على تنزيل اتفاق يعني مع النقابات التعليميه الموقع يوم 18 يناير 2022 للاسف الشديد، تقوم للحكومه بتسخير هذه الاجهزه ديال القمع لمنع وقمع والتضييق على هذه المسيره الاحتجاجيه السلميه الحضاريه المسؤوله. اذا تنقولوا لهم بانه هذه الممارسات هذه راه ما غاديش يعني تجعلنا ان اثنين على مواصله دربنا وما غاديش تاثر فينا، ولو كانت تجدي نفعا مع الاساتذه حاملي الشهادات كان ربما يحصل ذلك منذ 2016 و17 و18 لانه احنا احتجاجاتنا السلميه تنخوضها منذ 2016. وكما ذكرت راه توصلنا لاتفاق نهائي مع الجهات المعنيه، وللاسف اليوم تنطالبوا فقط بتفعيل واجراءات هذا الاتفاق. ونحن دائما نقول ان كتنسيقيه وكاساتذه راه حنا نعتبر باللي الاضراب والاحتجاج هو ابغض الحلال، ما تنلجؤوا لخطوات النواط النضاليه الا من بعد ما تنستنفذوا كل يعني الخطوات الوديه، وما تنوصلوا الاضراب الا من بعد ما تتسد امامنا كل يعني في وجهنا كل الابواب. لذلك تنقولوا انه كاساتذه طبعا نحن مستعدون لتوقيف كل الاحتجاجات وكل يعني الاضرابات، شريطه ان وزاره التربيه الوطنيه انها تقوم بالالتزام بالاتفاق وكالتوقف ديالنا لمده سنه يعني من بعد ما تم توقيع الاتفاق ديال 18 2022، خير داري على اننا كتنسيقيه ما يهمنا هو تسويه ملف الاساتذه حاملي الشهاده. تنقولوا السيد بن موسى راه لا يمكن تنزل اي اصلاح واي خريطه طريق واي يعني اوراش اللي تدعي انه غادي تنزل داخل قطاع التربيه الوطنيه في ظل هذا الواقع المهرير، في ظل هذه الاحتجاجات، في ظل هذه الاضرابات، في ظل هذا الاجهاز على الحقوق المكتسبه لنساء ورجال التعليم وعلى راسهم الترقيه وتغيير الاطار للاساتذه حاملي الشهادات. لذلك نقول اليوم بان كتنسيقيه مستعدون في النضال ديالنا كما نظمنا 2016، حنا مستعدين وغنستمروا في النضال الى حين تسويه الملف الاساتذه حاملي الشهادات تسويه شامله وعادله وذلك باثر رجع اداري ومالي منذ 2016. وما تنساوش تابوناو معنا في لاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.